تعبانة أنا نمت بعالم الطيف السبايا. السبايا تمشي ويدقون عليها. قلت لهم الموكب اسمه سبايا الحسين. سووا لي قطعة سبايا الحسين. محمد تحب أهل البيت، واي متعلقة بيهم أهل البيت، واي يعني من يجي ما حرماني وأنا ببيتي أسوي عزاء بيني وبين روحي، أبكي أحط قرايات، ويوم من الأيام تمنيت أنا أشارك للمشايخ، أجي أباوع على المشايخ بس ما عندي إمكانية. ذاك اليوم والله عندي كم فلس فحبيت أشارك، عبرت على جواري نعتها موكب. قلت لها حجية أريد أن أسوي سياح موكبك. قالت لي رحبت بي أهلا وسهلا بيك. تعال صار كم سنة؟ قبل 11 سنة. 11 سنة. وباوعت عليهم طلعوا هم الموكبهم. صحت عليهم قالوا متهيئة؟ قلت لهم أي متهيئة؟ قالوا يلا. رحت سيحت بالموكب مالتهم، خذت طبقة بيض، خذت هذا اللي ثرمته، كملت ورجعت ثاني يومهم. ثالث يوم قالوا لي لا تجين بعد. ليش؟ عندنا نسوان السيح بعد لا تجين. وبكيت انا. قلت شلون انا ما سيح وما شارك؟ خليت انا رجعت للبيت مهضومه. ظليت ابكي. تلقاني ابو محمد. قال لي عمل تبكين؟ قالوا لي بعد لا تجين الموكب. قال لي ايش قد عندك انت فلوس؟ قلت له عندي 20. قال لي هاي روح اشتري. قلت له ما عندي قوري. قال لي روح اشتري لك قوري. شلون سوالي واهس؟ سهلها. هو رب تسهلها وخلاه ينطق بهذا الحكي. خليته ورحت، رحت اشتريت لي قوري وباوع بعد بي اكو فلوس. واشتريت لي قلاصات بس كانت ماكو سفريات، ها؟ قلاصات قزاز انا ما عندي حتى بالبيت، يعني احنا واحد ورا واحد يشرب، عندنا كم قلاص. زين واشتريت لي تشيس مال طحين ابو الخمس كيلوات. هنا جيت انا بالليل لين حلمانه قاعده بصحراء واسيخ والناس تطلع من القاع، واحد يقول للثاني ذيك ام محمد تسيح ذيك، والناس كافه علي سره بس هي تطلع من جوا القاع. جيت هنا انا وابني شايل القنينه وانا حاطه الجزء على راسي. سولفت لابو محمد قال لي هاي هي انت هذا الفرد دجاج ان شاء الله خير روحي. ابني شايل القنينه على شتافه وانا حطيت الجوته على راسي وحاطه هذني كلينه في صندوق حاطتين فوق الجوته وجينا قعدنا هنا سيحت. هاي بيه الساعه طلعت؟ طلعت بثلاثة الفجر ما نايمه لين انا جيت هنا. فهم من طر الفجر طلعوا شافوا مره قاعده هنا ويا عبروا علي. شنو الموضوع هاي المره؟ اي قالوا شنو انت شنو قاعده هنا وليش بالمطر؟ قلت لهم بعد انا جاي اخدم. فظل يسالني وهاي سولفت له انا على الحلم. هو دنق وبكي قال لي خلصتي؟ قلت له خلصت. قال لي يلا قوم. قال هاي القاع الي. القاع الي مقر ام محمد والسياح. قال لي هاي الك مدى الحياه ام محمد، انت هاي القاع الك تخدمين بيها، وهسه اريدك تقعدين على صفحه وانا هسه راح تشوفيني شنو اسوي. انا قاعده على الرصيف قاعده حاطه ايدي وباء ام عيني يمي استكايني، ما حسيت الا انبنت من شندل الموكب، صار يعني الي مكان من المطر من البرد. قال ام محمد هذا الي تقومي؟ قلت له الي سيد. قال اي سيد اشكرك انا هواي. بديت اشتغل ام حبيبتي. ام محمد ثاني يوم الخمس كيلوات صارن 20 كيلو، ثالث يوم صارت قونيه، رابع يوم صارن 5 قواني. ام محمد سمي شو تسمي؟ قلت لهم خلوني انام واطلب من ام البني ومن الحسين وما يجيبوا لي الاسم.
تعبانة أنا نمت بعالم الطيف السبايا. السبايا تمشي ويدقون عليها. قلت لهم الموكب اسمه سبايا الحسين. سووا لي قطعة سبايا الحسين.